السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا علي صادق للمنوات. بآخر يوم من عام 1999 اللي هي ليلة رأس السنة لعام 2000، يعني يوم 31/12/1999، بث تلفزيون الشباب سهرة تلفزيونية خاصة بهذه المناسبة، وكانت هذه السهرة التلفزيونية من تقديم المذيع الراحل أحمد المظفر مع المذيعة نغم عبد الزهرة. استعرضوا بها تهاني المشاهدين عبر الهاتف، بالإضافة إلى أنه كان عندهم جولة خاصة لغرض عمل استفتاء سموه استفتاء القرن. هذا الاستفتاء يشمل أفضل مطرب للقرن العشرين اللي هو يبدي من 1900 لغاية نهاية 1999. طبعا أفضل مطرب عراقي وأفضل لاعب عراقي وأفضل مسرحية عراقية، وهذه الجولات كانت بالمقاهي وبالشوارع وحتى في بيوت العائلات العراقية، راح تشوفون جزء منها طبعا لأن البرنامج جدا طويل أكثر من ساعتين، فاختصرته حاليا بالاستفتاء الخاص بأفضل مطرب وأفضل لاعب عراقي. وهذا الاستطلاع أو الاستفتاء صار مع كثير قلنا من العوائل العراقية ومن الأشخاص وأعمار مختلفة، لكن اللي لفت انتباهي أنه سووا استطلاع مع كبار السن في المقاهي أو حتى في البيوت، من ضمنهم كان رجل معمر مواليد 1899، لكن للأسف ما صوروا ويا اللقاء لأنه يقول كان سمعه جدا ثقيل فما قدرنا يعني نصور ويا اللقاء. راح أخليكم ويا هذا الفيديو، أتمنى لكم مشاهدة طيبة. تحياتي. مشاهدينا الأحبة، مساء الخير. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم، وحنا نلتقي في هذا اليوم الجميل وفي هذا المساء الرائع جدا. لكم تحياتنا أينما تكون، كل الناس الطيبين والحلوين رح نلتقي وياهم في استفتاء القرن. بكل المشاهدين نرحب، وبكل المشاهدات أهلا بكم معنا، ونرجو لكم معنا أحلى الأوقات. مشاهدينا الأحبة، القرن اللي راح يمضي اللي هو القرن العشرين، المعروف عن هذا القرن أنه من القرون المهمة، يسموه قرن العلم والتكنولوجيا، القرن اللي يتفتح به العقل البشري. أكيد يعني كنا نعرف الاكتشافات والاختراعات الكثيرة التي بدأت، يعني حتى يمكن النظرية النسبية اللي هي نظرية أينشتاين في 1905، عصر أو قرن السينما والتلفزيون، الاكتشافات الكثيرة اللي هي من ضمنها قلنا النظرية النسبية والأقمار الصناعية وسفينة الفضاء والكمبيوتر والمعلوماتية والإنترنت، وما ندري القرن راح يجي إيش راح يكون. إذا مشاهدينا خطوات قليلة جدا جدا، ونقلب صفحة القرن العشرين لننتقل إلى القرن الحادي والعشرين والألفية الثالثة. ألفية جديدة ستكون أحفل وأخصب بالتحديات بالتحولات وبالإنجازات. مشاهدينا، قد اتصف القرن العشرين بحصاد علمي وتكنولوجي وفني باهر، وقد فاق ما سبق أن أنجزته البشرية فيما سبق من قرون. ولا بد أن نستذكر السنوات التي مضت ونتوقف قليلا عند نجوم الغناء، المسرح، السينما، الرياضة، الموسيقى، المذيعين أيضا الإعلاميين. وهذا الاستفتاء هو خلاصة 100 عام، فكونوا معنا. مشاهدينا الأحبة، راح نكون الآن مع الاستفتاء. يمكن بعض المشاهدين أو معظم المشاهدين ما يعرفون، إحنا الأيام المضت كنا طالعين أني ونغم ويوسف وأحمد يمكن إلى هواية أماكن، كانوا يعرفون بأنه هناك استفتاء، لأنه إحنا تجولنا مشاهدينا، تجولنا بالأماكن العامة، دخلنا ايضا كنا ضيوف على بعض العوائل، ايضا كنا بالشوارع، الشوارع حتى دخلنا مخبز اقران جدا يعني، وذهبنا للمقاهي، وانتم يعني راح تشوفون نشوف الكثير من
من الأمور اللي حدثت طبعا راح نتحدث عنها أيضا أثناء البرنامج، يعني بعض المواقف الطريفة اللي صارت ويانا في جلساتنا مع العوائل أو في المحلات وغيرها. مشاهدينا الأحبة راح نبدي بالمطرب والمطربة العراقية اللي لاحظناه أنه معظم المواطنين والمشاهدين عموما المطربات يقولون مطربات احنا عندنا ماكو مطربات عراقيات، يعني شوف اللي مثلا مواليد 80 ما سامع مطربة عراقية، يقول يا برشح مطربة عراقية ما اعرف، يقول الان ما عندنا، انا ما سامع مطربة عراقية. وللاسف طبعا الساحة الغنائية العراقية تفتقد الاصوات النسائية. اذا مشاهدينا راح ننتقل، كونوا يعني الان راح ننتقل الى كثير من الاماكن، راح نسمع المواطنين المشاهدين ونشاهد ايضا الترشيحات من رشحوا مطرب القرن العراقي ومن هي مطربة القرن العراقية. أكيد تسمع أغنيات شنت قبل من أول ما بديت شوي تسمع. هي الريف قبل. الريف. منو أنت برأيك أحسن مطرب سمعته؟ المنكوب العبادي ذولا زينين. المنكوب. سلمان. سلمان المنكوب. أيه. زين المطربات. طربات بلادنا زهور ما زهور حسين. زهور حسين. ناظم الغزالي. كاظم الساهر. حضرتك شو تقول؟ كاظم الساهر. كاظم الساهر. والمطربة؟ أمل الضيع. يعني يمكن ماكو أعد من ناظم الغزالي المرحوم. والمطربة العراقية؟ زهور حسين. المطرب كان هو أكيد ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. سفير الأول. والمطربة؟ العراقية. مطربة أعتقد زهور حسين. عزيز اسكندر. اسكندر والمطرب منه. والمطرب عندنا القبنشي. ناظم الغزالي. والله الصراحة يعني أدي ناظم الغزالي. والمطربة. والمطربة. منو؟ زكية جورج. مطرب والله أنا أقول ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. نعم. زين مطربة عراقية. مطربة عراقية. نعم. هم قديمه يعني حضاريه واحده خليجيه. بالنسبه لمحمد القبنشي ناظم الغزالي. كان ناظم الغزالي وقتها. يعتبر ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. حفيد اسكندر. حفيد اسكندر والمطرب. كاظم الساهر. عراقي والله. عباس جميل. عباس جميل. محمد القبنشي. محمد القبنشي. كاظم الساهر. كاظم الساهر. الحمد لله والشكر ناظم الغزالي. رشح ناظم الغزالي. قاسم السلطان. الغزالي. ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. والمطربة. المطربة مادة نسل. مادة نسل. المطربة العراقية عدان يعني القديم. نعم. عندي لميعة توفيق. ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. والمطربة العراقية. حفيد اسكندر. كم الساهر. الفنان المطرب الراحل ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. نعم. زين المطربة العراقية. المطربة العراقية احنا قلنا المطربات العراقيات بس عندنا امل خضير. والله مطرب القرن يعني ناظم الغزالي في الدرجة الأولى. الله لم يعطوك كيف. ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. حاتم العراقي. حاتم العراقي. زين مطربة عراقية. مطربة عراقية. مطربة عراقية رشح يعني عام 99. لا هي مو عام 99 من 1900 لحد 1900. المطربة العراقية بالنسبة لي غير. اي طبعا. امل خضير. والله انا بحب الغناني القديمة. منو مطرب؟ يعني بحفظش اسامي. منو مثلا؟ ما تحاولين اسامي. منو انت شو تقولين؟ انت ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. تحبين اغنياته؟ شو متذكري له اغنية؟ عنده والله طالعة من بيت ابوها. اي غني لنا شوية. حافظها؟ غني لنا شوية. كلكم تغنون بها الاغنية هذه. نعم. يلا. تحسن مثل لازم. لا هي كلكم يلا نسمع طالعة من بيت ابوها. طالعة من بيت ابوها رايحة لبيت الجيران فاطمة سلم علي يمكن الحلو زعلان. حاتم العراقي. يعني اعتقد ماكو افضل من ناظم الغزالي. مطربه عراقيه. سليمه مراد. سليمه مراد زوجته ناظم الغزالي. اي نعم. والله بالنسبه لي مطرب القرن العراقي اكيد هو ناظم الغزالي. احنا كلنا نجتمع بنفس الراي. ناظم الغزالي.
والمطربة مثل ما قال الدكتورة بسم سليمة مراد. نعم. ناظم الغزالي. بلا منافس كاظم الساحر. لكن يبقى ناظم الغزالي لأن كفته الخاصة يعني. طيب المطربة. بالنسبة للمطربة هي تبقى سليمة مراد يعني. مطرب القرن العراقي ناظم الغزالي. كاظم الساحر. ناظم الغزالي يعني. أنا أرشح ناظم الغزالي. والمطربة العراقية. زهور حسين. والله حاليا كاظم الساحر هو اللي. زين المطربة العراقية. المطربة العراقية إحنا شجع القديمات يعني حقيقة. المطربات القديمات. ما إذا نزهت. كاظم الساحر. ناظم الغزالي. مطربة عراقية. ما أعرف. من المطرب العراقي اللي أنت تعتبريه مطرب القرن؟ الكاظم الساهر. مطربة عراقية. ما ساجدة. سيف يوسف. والله مطرب القرن بالعراق أكيد ناظم الغزالي. أتفق مع على ناظم الغزالي. من أحسن مطرب عراقي بالغ؟ محمد القبنشي. محمد القبنشي. والمطربة؟ مطربة هواية مطربات كانوا بالسابق سليمة مراد زكية جورج والله القدامى يعني أفضل يوسف عمر القبنشي. والمطربات ما لها علاقة بهم. مالك علاقة بهم؟ لا ما أسمعهم. والله مطرب القرن العراقي هو المطرب المعروف ناظم الغزالي. والمطربة؟ والمطربة زهور حسين. كاظم الساهر. ناظم الغزالي. المطربة عراقية؟ أنا الخضير. هي نفس الشيء أنا الخضير. الفنان كاظم الساهر. ناظم الغزالي. ناظم الغزالي مطربة. زهور حسين. فناننا الكبير كاظم الساهر. والمطربة؟ المطربة أنا من مشجعين المقام فتصور فريدة. عراقي؟ إيه. كاظم الساهر. مطربة عراقية. حاتم العراقي. مطربة. مطربة غزلان. حاتم العراقي. ممكن ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. ناظم الغزالي المطربة. والله كلهم زينة. كلهم زينة. كاظم الساهر. من عدهن يعني اللي نقول سليمة مراد. هي زوجة ناظم الغزالي يمكن. كاظم الساهر. يعني انت من بديت تسمع اغنياتي لحد الان منو برايك افضل مطرب عراقي؟ ناظم الغزالي. كاظم الساهر. يا اخر حاتم العراقي. هيثم يوسف. لا بأس. كاظم الساهر. مطرب القرن اللي عصرته يعني انت من بلشت تسمع لي حد الان منو افضل مطرب عراقي برايك؟ بالقديم ترنين لو بالحين كيفك انت رأيك يعني منو افضل مطرب؟ قال ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. والمطربة؟ والمطربة سليمة مراد. لا تغششوا. لا 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 دي يذكروك هما. لا لا سليمة الملاية. مشاهدينا الاحبة طبعا مثل ما لاحظتوا احنا هذا الجزء الاول نوه انه هذا الجزء الاول من البرنامج من برنامج استفتاء القرن. يوم غد راح يكون عندنا الجزء الثاني من استفتاء القرن ومثل ما لاحظتوا احنا التقينا بشخصيات ومواطنين يعني باختلاف الاعمار واختلاف المهن مثل ما شفتوا التقينا بمواليد 1910 وحتى 1900 يمكن نعم 1900 و 1900 احمد 1900 شلون 1920 25 1910 لا بس ايضا العفو التقينا بشخص رجل كبير بس ما كان يسمع ما كان يسمع كان مواليده 1899 1899 كان اكو موجودين والتقينا بأطفال لكن كان سمعه يعني فما قدر يشارك ويانا يمكن اعتقد مشاهدينا الاحبة يمكن وياي اتصال هاتفي الان الو مرحبا اهلا وسهلا اي نعم اريد اقول لك كل عام انت بخير كل عام وانت بخير وكل المشاهدين بخير ان شاء الله سيد الرئيس الله يحفظه بخير الله يخليك تسلم لي وكل ان شاء الله كل الناس الطيبين بخير واريد اهدي اغنيه الى الاخ مصطفى واخ بلال زين العفو انت ما تعرفنا عليك بهاء نافع الاخ بهاء بغداد تخابر ام بغداد زين اخ بهاء انت الان واللحظات الاخيره من عام 1999 ايه المن توجه تهنئه بالذات الى الناس القريبين لك يعني
اللي من البيت. الوالدين العزيزين. نعم اي هاي المفروض من البداية تقولها. والاخوة والخوات. ايه. نعم وبعد. والله والجميع القرائب والاصدقاء. ان شاء الله اخبها ان شاء الله التهنئة مالتك يسمعوها. واحنا طبعا محضرين الزملاء المخرجين اللي ويانا محضرين لكم اغاني كلش حلوة اليوم. اي والله. سهرة ان شاء الله جميلة وتستمتع. ان شاء الله تستمتع بالاغنية اللي راح تطلع الان وهي مهداة لكل اصدقائك. والأهلك أيضا وشكرا لك بها يعني شكرا جزيلا مع السلامة. مشاهدين الأحبة طبعا احنا الآن راح نعلن أسماء المطرب اسم المطرب والمطربة العراقيين طبعا اللي فازوا بالاستفتاء في الجزء الأول. النغم المطرب هو مثل ما شاهدتوا الأكثر عدد من الترشيحات كان للمطرب ناظم الغزالي. والترشيح بالنسبة للمطربات مشاهدين الأحبة طبعا المطربة هي أمل خضير. مثل ما تعرفون أنه المطربة أمل خضير من الجيل يعني جيل السبعينات وتواصلت لحد هذه اللحظة ما زالت يعني تغني وما زالت لها حماس يعني بالغناء وأغانيها موجودة في الإذاعة والتلفزيون ومستمرة وعطائها مستمر. احنا نقول انه هذا الجزء الاول يعني نقول للمشاهدين الجزء الاول لانه بعد يعني هذه مو النتائج النهائية. مو النتائج يعني ان شاء الله راح تكون نتيجة ثانية وان شاء الله يوم غد. زين شنو رأيك امل او نسيت عبالتي امل نغم شنو رأيك نغم لو الان نسمع شنو نسمع نشوف ونسمع امل خضير. نشوف ونسمع امل خضير ونذكر المشاهدين ايضا برقم هاتفنا 779-14-14 اللي يحب انه يتصل بينا ويقدم تهنئة اي احد يحب يهني اهلا وسهلا بي واحنا مقدما نقول له قبل ما يتصل بينا كل عام وانت بألف خير. مشاهدينا الاحبة نعود مرة اخرى هاي يعني نغم شنو شنو خليه هذا صرنا اصدقاء انا وياها هسه يعني زين بس انا يعني من شوية رغم انت ادري تغار انت شو هذا الحبوب شو اسمه الحبوب مكتوب عليه اي لاف يو طبعا هذا حيدخل ويانا ان شاء الله كل هذول الاصدقاء كلهم ان شاء الله حيدخلون ويانا ان شاء الله على الألفين اللي باقي لها 8 دقائق 8 دقائق وساعتي 10 دقائق ساعتي خطا زين فان شاء الله مشاهدينا احنا وياكم بعد 7 دقائق وندخل بالعام 2000 والرقم كلش حلو 2002 وثلاث اصفار مثل ما يقول احمد المظفر طبعا مشاهدي الاحبه راح نكون الان راح ننتقل الى الرياضه شلونك بالرياضه زينه؟ والله زينه كلتنا نحب الرياضه يعني كلتكم رياضيين اكيد يعني تحبين كره القدم تابعيها؟ طبعا كره القدم هاي فد لعبه يعني شعبيه لعبه الشعبيه الاولى في العالم نعم اذا مشاهدينا الاحبه سنكون مع الملاعب سنكون مع الرياضة خل أحكي مثل معلقين الرياضيين خل أحكي مثل طارق عبد الوهاب الآن ننتقل إلى ملعب لازم حركة لازم حركة على هيك يعني. لازم أنت ننتقل بالملعب. إلى الملاعب ننتقل إلى جمهورنا الرياضي الشارع. في كل الملاعب ننتقل إلى الشارع ننتقل إلى كل الأماكن حتى نعرف من هو اللاعب القرن العراقي ويانا زين لاعب القرن برأيك منو؟ اوف هاي معروفة ما تعرف مين لاعب القرن؟ علي كعبة زين لاعب القرن انت رياضي تحب الرياضة؟ اي رياضي مبين جسمك رياضي لاعب عباس عبيد احمد راضي احمد راضي احمد راضي احمد راضي احمد راضي يعني عراقي هادي احمد والله يعني اعتقد اللاعب اللي ترك يعني اثر اكثر الناس هو حسين سعيد احمد راضي اللي في فترتي احمد راضي لاعب القرن حسين سعيد لاعب القرن الحقيقه انا ما احب الرياضه يعني ما تتابع لكن الرياضة. يعني لا اشجع المنتخب العراقي حسين سعيد حسين سعيد وانت حسين سعيد حسين سعيد اللاعب كريم صدام عراقي احمد راضي زين يعني اتحيز واني اشجع قوة جوية يطيح اتحيز يعني لا ما يطيح هذه حسين سعيد حسين سعيد حسين سعيد خريج زراعة اثنين خريجين زراعة هو خلص ماجستير زراعة ليف خليل محمد علاوي خليل محمد علاوي اخو كريم اخو كريم بالضبط احمد راضي احمد راضي شو اسمك انت محمد العراقي على كافهم هذا اوسي الله يعطيك اوسي لعظمي شو اسمه اوسي
اوسي هو جاسم اوسي 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 اوسي, أوسي الاعظم هذا مشهور هذا كان يلعب شنو قدم؟ هذا هو يعني رياضي رياضي معروف اي معروف اي على اكابر على اكابر انت تقول اللاعب الطابع ابن الجماعة احمد شسمانك احمد رابعي على اسمه ايه حزي طابع ما تابع ما تابع طابع والله تابع احمد رابعي والله حب الاثقال يعني الاثقال تمنوا عندك يعني لاعب مميز لا هذا راس قديم يعني عبد الواحد عزيز بطل عالمي كان نعم اكب عمان وين شيخ سعيد جمولي السابق يعني بالسابق كانوا هواية الواعيب زينين وهذا أحد بالاسم معين شو اسمه هذا حسين سعيد شو اسمه حسين سعيد حسين سعيد يعني أحمد راضي أم فضل كل أحمد راضي نعم راضي نعم كان حسين سعيد الرياضي الشخص الرياضي اللي لاعب رياضي يظل أحمد راضي هو القمة أحمد راضي أحمد راضي لا أحمد راضي إذن مشاهدينا شاهدتوا بعيونكم وسمعتوا آراءكم لاعب القرن هو أحمد راضي مشاهدينا الأحبة طبعا لاحظتوا أيضا أكو منافسة كانت شديدة بين أحمد راضي وحسين سعيد واللي اعمارهم كبيره هو مثلاً. اني دا اقول لك احمد انه اني سمعت اسماء ما اعرفها يعني عوسي عوسي اللي من مواليد 1910 قال عوسي قال عوسي الاعظمي عوسي الاعظمي إيه قال عوسي الاعظمي واكو مثلا القدماء قالوا جمولي من العباس جمولي واكو قالوا عم بابا يعني حسب أحمد الاعمار أحمد ارنب من يمك اريدهم وين ارنب يمكن هذا هذا اي على مود نصير اصدقاء همينا هذا حلو اذن مشاهدينا الاحبه احمد راضي احمد راضي هو لاعب القرن في الجزء الاول في الجزء هي الاول على مود ندخل على 2000 ونقلق الشموع وقدامنا كيكه اكيد مثل ما تشوفون وكثير يمكن من العوائل الان محتفين واكو كيكه القوا شموع قبلنا واللي ما علق الشموع هسه ويانا يقلق الشموع ويتهيا حتى نطفيها بالساعه 12 بعد هذه الاغنيه مشاهدينا الاحبه بس اسمحوا لي شوي اشرب مي قبل لا احكي انهنيكم مشاهدينا بالعام الجديد واللي نتمنى انه يحمل لكم السعاده، يحمل لكم الخير، يحمل لكم المحبه والوفاق والسلام ان شاء الله. طبعا غير يعني الزميله نغم قالت شبيك على الالفيه الثالثه شنو ما راح تسمع هسه المشاهدين يشوفون هاي باذن ترى مو عبالكم ما اسمع، هاي بسمع يعني المكالمات. طبعا احنا شهدنا يعني اطفاء قبل لحظات انطفاء او اطفاء شمعه او شموع عام 1999 وطبعا اشارت هذه او هذا الاطفاء اشار الى افول نجم القرن العشرين ونشهد في هذه اللحظات مشاهدينا الاحبة نور شمعة جديدة تشير الى الفية جديدة وقرن جديد وها نحن نعيش هذه اللحظات الحلوة والتي تتزامن مع شهر الخير والطاعة شهر رمضان المبارك نبتهل مرة أخرى إلى الباري عز وجل أن يزيل هذه الغمة وهذه من هذه الأمة ويكشف عنا هذا الحصار الجائر الذي فرضته الدوائر الإمبريالية بزعامة الأخطبوط الأمريكي وأذنابه من المجرمين والقتلة والمارقين على العراق والأمة العربية والإسلام وكل عام وأنتم بألف ألف خير مشاهدينا الأحبة نتمنى أنه تكون حلقة هذا اليوم والجزء الأول من هذا اليوم أن تستمتعون به بعد يعني نص الليل بعد الدقائق هذه وراح نكون مع أغنية الآن ونستمر في استفتاء القرن